اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امك. النهارده معانا المبكبكه. المبكبكه دي اكله من صميم المطبخ الليبي، ولكن انا حبيت اعملها النهارده على طريقتي بطريقه سهله وبسيطه، ومعروفه ان هي بتتعمل باللحمه او بالدجاج. انا هعملها النهارده بالسجق. فكره لطيفه، عندنا كيلو سجق، نص كيلو سجق حسب عدد افراد الاسره، ومعانا المكرونه الصغيره الجميله. هنعملها مبكبكه ازاي وتاخد الطعم المصري الليبي المخلوطين الاثنين بحب. حلو الكلام، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا البطاطا الحلوه النهارده، هنعملها البطاطا المقليه بالقرفه والسكر. البطاطا غير البطاطس. البطاطس احنا نقول عليها المصريين بطاطس، اخواننا في الشام يقولوا على البطاطس بطاطا، احنا هنا البطاطا بطاطا اللي هي البطاطا الحلوه. في منها الحمراء وفي منها اللي بيميل لون للصفار شويه او البياض، موجوده معانا متقشره وموجوده من غير تقشير. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالقرفه والسكر مقليه. حلو يعني من الاخر، هتبقى لطيفه وجميله، والبطاطا غنيه بالالياف وبالسكريات الطبيعيه اللي 100%، وكمان من الدرنيات المفيده جدا اللي فيها كربوهيدرات ونشويات. نيجي بقى لحاجه مهمه قوي النهارده، الفول. طبق الفول بتاعنا محصور ما بين فول بزيت الزيتون، فول بالزيت الحار، فول بالسجق، ولكن فول جراتان، فول بالجبنه والبشاميل، والاطفال يحبوه. اكله الفول احنا المصريين بنحبها وكل العالم بيحبها وبنحب نبدع فيها، فانا جاي على بالي النهارده اعمل الفول بالجبنه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه كتير وفي معلومه غير معلومه، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل صغيره ولكن بمعنى كبير وطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره والمعنى الكبير والطعم الجديد. مقاديرنا ومشترياتنا لا تتعدى اصابع اليد الخمسه كلها وفي متناول الجميع، اذا كانت المكرونه الصغيره اللي بنستخدمها في طبق الكشري، او السجق بتاعنا نص كيلو كيلو حسب عدد افراد الاسره، البطاطا الحلوه معانا كيلو، في متقشر وفي سليم عشان تقشير البطاطس له فن، هنشوف نعملها ازاي، ومعانا جبنه مازوريلا، ومعانا فول مسلوق على النار. احنا نحب نعمل الفول في البيت ما نشتروش جاهز. فتعالوا نبدا بيه يا عم الشيف، خط سير الحلقه بالمبكبكه بالسجق من المطبخ الليبي، وتحيه كبيره للشعب الشقيق ليبيا. معانا مكرونه صغيره، ومعانا سجق، ومعانا طماطم، ومعانا البهارات، ومعانا بصل وتوم، وما ننساش طبعا البهارات العربيه الجميله من اللومي للحبهان، الحاجات اللطيفه اللي بتدي الطعم العربي الجميل. تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه دلوقتي الكل يتساءل، هي المبكبكه بالسجق، هو السجق هيستوي مع المكرونه؟ ده السجق ده بس ننفخ فيه كده استوى، شيف هيعملها ازاي؟ فخليكي معايا يا ست الكل واحده واحده كده، ونحضر الصلصة والشوربة للمكرونة الأول وبعدين السجق، وإحنا شغالين مع بعض كده. حلو الكلام؟ طيب، طاسة شديدة الحرارة على النار، بنحط فيها قليل من زيت الزيتون مخلوط بالزبدة، ولما أقول مخلوط بالزبدة يبقى أعرفوا إن أنا هحمر بصلاية وتومة، فعايز اللون الأشقر الجميل. أدي البصلاية الناعمة معها فص ثوم محترم، معها زبدة تقريبا معلقتين من الزبدة كفاية كده، لأن احنا ما عندناش دهون، يعني السجق طبعا نسبة الدهون فيه بتكون قليلة غير اللحم الضاني، لأن المبكبكة احنا عارفين بتتعمل باللحم الضاني أو بتتعمل بالدجاج. نستنى على البصلية دي ما تاخد لون، وهي بتاخد اللون الحلو نبدأ نحط البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عبارة عن شوية بابريكا حلوين، وادلع البصلية كده بشوية الكمون الحلوين، شوية الكركم والفلفل الأسود بتاعنا والملح. حلو قوي يا عم الشيف، ونقلب كل دول مع بعض. البصلية هنا بتدلع زي الفل، وازيدك من الشعري بيت شوية روزماري، شوية زعتر، توم البصلاية تروح في حتة تانية، واحنا شغالين كده مع بعض. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنألف طعم، بنصنع طعم، بدون مكسبات وبدون شوربة فراخ وبدون شوربة لحم، واحنا مع بعض واحدة واحدة كده.
علشان الأكلة المبكبكة دي أنا شخصيا بحبها. ليه بقى يا عم الشيف؟ المكرونة بتاخد طعم اللحم أو طعم السجق أو طعم الفراخ وإحنا شغالين مع بعض. فتعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي. معايا قرن فلفل حار، لأن المبكبكة من الأكلات اللي بتبقى شوية سبايسي. حط الفلفل ده كده في قلب الصلصة دي. الله. ومعانا معلقة معجون طماطم في قلب الصلصة دي. طالما على طول وانت مغمضة حطيتي معجون طماطم وتحطي معلقة سكر يا أمي، علي الولماذة عشان الحموضة. حلو زي الفل. معايا عود روزماري حلو، باخد الروزماري ده كده والزعتر الحلو ده كده احطهم في قلب الصلصة بالشكل ده كده واسيبهم على النار. شفت الحلاوة دي؟ اه الله. اخبار السجق ايه؟ لسه مش وقته خالص. حلو الكلام لغاية كده زي الفل. احنا فاهمين بنعمل ايه. اه طعم هنا في الخلطة دي، في الكشنة دي، في التتبيلة دي، وانا شغال كده واحدة واحدة. عندنا ماء مغلي، اللهم صل على النبي، انزل بالميه. ايه الاختراع ده يا ام غازي؟ البساطه والسهوله والمرونه. نسيب ده كده يغلى على النار، اضرب الحديد وهو سخن، ميه بتغلي على كشنه مستويه او على خلطه مستويه أو على طعم أنا صنعته بإيدي. معانا المكرونة الجميلة الحلوة، تعالي يا حلوة نسقطها هنا. فين يا طيب السجق؟ فين الدجاج؟ فين اللحمة؟ اصبر على رزقك. حلوة المكرونة دي، هنخليها تستوي تقريبا نص سوا، تحل في المرق ده ونزود المرق ده شوية مي. يلا مع السلامة، والقلب دعيلك. كل اللي أنا هعمله دلوقتي هرفع الروزماري والزعتر اللي أنا أخدت الطعم بتاعهم بالشكل ده كده، وأسيب المكرونة يا عم الشيف تستوي. على ما نعمل حاجة لطيفة مع بعض. إيه هي الحاجة اللطيفة؟ هنمسك السجق ده نقطعه بسكينه حاميه مكعبات. في تاني؟ في تاني. زي الفل. دي تمام زي الفل معانا. هناخد السجق بتاعنا ده كده في كسرولة. اشترينا السجق من عند الجزار حبيبنا. دعوه حلوه للراجل الطيب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت السجق؟ بلدي وضاني. هنقطعه مكعبات بسكينه حاميه. طبعا هنا التكنيك العالي ان السجق ده ما يفكش منك ويتحول للحمه مفرومه، ازاي واحنا مع بعض؟ حلو قوي. عينيا انا اشيلها لك من هنا خالص. حلو. الفول بتاعنا الحلو ده خليه هنا. بيضايق الكاميرا. هنا ماشي تمام؟ تمام زي الفل. هناخد السجق الحلو ده كده يا عم الشيف، يتقطع كده. شفت التقطيع دي مهمة جدا على فكرة. نعم يا غالي، انت تصبر على رزقك عشان اللي جاي حلو. ده انا هخليه يستوي في 3 دقايق، بتشوف حاجة حلوة دلوقتي. لازم السكينة تكون حامية يا ست الكل بالشكل ده كده. ما تقعديش بقى تمسكي السكينه وايه وتروحي تيجي بيها على حته السجق، هتهريها. هي اهي خبطت ايه واحده كده. حلو زي الفل. نفس القصه. حلو. الواحده على 3 ممكن. حلو زي الفل. عندنا المكرونه بتستوي نص سوا او 3/4 سوا.
هناخد السجق بتاعنا ده كده، ده لسه فيه هنا كمان، اللهم صل على النبي ربنا مبارك. معايا فلفل احمر زي ده كده باخده، هاخد السجق ده كده هنا. الله، ها هتعجبك المبكبكه دي على فكره، اكله كده شقيه طعمها هيبقى حلو. نشيل السكينه والبلانشه دي من هنا، مالهمش عوزه. نروع على المطبخ بتاعنا اول باول. اتعلمي وانت واقفه في المطبخ، ايدك في النظافه، ايدك في المطبخ على طول، تقفي رايقه وفايقه، نفسك مفتوحه، عندك طاقه ايجابيه، تعملي كل حاجه. واحنا واقفين مع بعض كده، ده السجق جاهز زي الفل، مطبخنا رايق. نشوف المكرونه وصلت لفين يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. اه بص على المكرونه بقى، بص على الشقاوه. الله، بسم الله الرحمن الرحيم يا مسهل الحال. ده انا مش عايزه كمان. المكرونه خلاص استوت تقريبا. ركزي بقى، شفت المكرونه طالما ظهرت من الشوربه كده والمرق، اعرف ان هي على وشك السوى. الله على الريحه الحلوه. اهم حاجه الخلطه والكشنه اللي انا عملتها في البدايه، بصل، ثوم، توابل، حطيت زبده عشان البصل والثوم تتحمر بسرعه ما تاخدش وقت وتنشف مني. تعلمي التركايه دي، معلقه زبده او سمنه، ويفضل الزبده في تحمير البصل، سواء بتعملي طاجن باميه، سواء بتعملي مكرونه زي دي كده اهو. حلو قوي، اللهم صل على النبي. نمسك السجق نسقطه بقى كده واحده واحده اهو. الله، ما تقلبهوش دلوقتي خالص، هنغطي الحله دي وناخد بعضنا ونجري نطلع فصل. شفت بقى الشقاوه ازاي؟ اهو تركايه هنا بقى، في البصمه دي، في الحركه دي. ده ما يتقلبش خالص، اتحط كده على وش المرق، ياخد البخار. سمع الصوت الحلو ده كده؟ اه. المبكبكه بالسجق على طريقه المغازي وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اه. طريقه سهله خالص، اسهل من عمايل كوبايه الشاي. اه. هنغطي الحله دي، ده لازم. طيب حاضر. تعرفين ايه؟ عايز اغطيها، مخرجنا قال لي انا عايز اشوفها، بس انت طبعا لازم تغطيها. هناخد بعضينا دلوقتي ونشوف المبكبكه بتفاصيلها دي، هي خلاص خلصت. طب انا هغطيها ليه ولازم اغطيها ليه ومصمم اغطيها ليه؟ عشان اعمل عمليه احتباس للبخار والتيست والطعم، يطلع السجق ياخد البصمه وياخد الشكل بتاعه بنفس التقطيعه اللي انا مقطعها. نقوم نقلبها بعد 5 دقايق من التغطيه. تشوفي دلوقتي المبكبكه بالسجق البلدي الضاني، ودي حقوق الطبع لدينا وبس. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا والمخرج بنتخانق. قال لك طب انا عايز اشوف المبكبكه دي والدنيا غطيتها ما غطيتهاش. الاكله دي بالذات لما قلت تتغطى بعد ما احط السجق يبقى لازم تتغطى. ليه؟ عشان التفاصيل في التغطيه والسر في التغطيه. نرفع الغطا ده كده ونصلي على رسول الله. اهو بص على الحلاوه عشان تعرف ان انا معايا حق. اهو جيب لي بقى تفاصيل السجق، وجيب لي حلاوه السجق، وشخصية السجق، وسليم ولا اتكسر، سليم ولا اتفرم. حلو الكلام؟ اه. عايز اقلب، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. الله، تسلم ايدك يا مغازي. قال لك السر في الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. ايه الحلاوة؟ انسي، ألف أنا وشفا. خلصت الأكلة دي. يلا نغرفها مع بعض عشان نغازلها شويه. ده فلفل حار، يعني هو سليم، مش انا مش مقطعه ناعم. اللي حابب اهلا وسهلا، واللي مش حابب برضو اهلا وسهلا.
ألف هنا وشفا. تعالوا مع بعض نغرفها عشان نشوف اللي بعده. طبق حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. ونغرف المبكبكة الحلوة بتاعتنا هنا. بص على الحلاوة بالله عليك، شوف المكرونة شربت التتبيلة والصوص والكشنة والبصلة والتومة والزبدة والبهارات ومعلقة السكر ومعلقة معجون الطماطم. اهو ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ حموضة؟ مفيش حموضة بينا. السجق قلبي زي ما تقلبي للصبح، هي التغطية. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي. يلا بينا، شوف الحلاوة دي، شوف الجمال ده. أنزل أنزل. الله الله الله. الله يا شيف، ده أنا بقعد أعمل البكبكة وأسوي فيها ساعتين وتلاتة على النار، وكمان فراخ تستوي، فراخ ما تستويش، لحمة تستوي، لحمة ما تستويش. ألف هنا وشفا للي ياكل. وأكلة سهلة وبسيطة كف العيلة. خلي بالك يعني دي عايزة الجيران والحبايب والصحاب، وأكلة أم تلمنا كلنا على طبلية واحدة. البركة. خلصنا من دي كده، نخش على اللي بعده.